شفت 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 من شفت كيف اسمع السالفه ابو عناد من فنتشي انت مفتي شلون انت باقي لك سنتين وتدخل عرف دراك المفتني اللي يجي يخرب كل شيء الشبان يتعين في المحاكم ها الشبان يتعين في المحاكم الله يديه بس وتعين هي إشارة على كل صغيرة وكبيرة بلا والنغمة حقة هذه الوصخة اللي صيع علينا هناك كنت شيف وكنت والله اللي خسر يعني أنتم قاعد تضربون فيني أنا لا اشتخركم أنتم قاعد تقولون مثل الفتان ذاك اللي يقول ننننن مش عارف إيش عشان شوف أفهم شوف كيف يبغى يدخل في السالفة الله يا أبو عناد أنك تسد المواضيع عشان كذا بقدر أقول ما حمد صوتك يا أبو عناد الله يهديك طيب يا الله إنه يدورها مني هو يشيلها ويزيد يقلبها هلا ابو عناد يزيد من يزيد ابو عناد ايش رايك كليتها ممتاز تحب السفر يا قلبي اوه كيف هو عطنا بسرعه حياتي كلها سفر يا خالد فين وانت متكي في لا رحنا سرات عديده خلي باجيك يا خالد وقف خلي رحنا ما غير رحت تايل انت شغلت انا اجيك يا خالد وقف الله لا يعطيك الشيطان وقف يا خالد وانت القهوه شبعك بالشاي انا انفك من ابو عناد صبر صبر الله عليك وين ابو عناد بعد سويت لنا كبسه ها طيب لنا كبسه الله ايش الكبسه ايش النوعيه اللي تبغاها خلود البرتقال خلود تقول متكي في سرات عبيده شفت قبل شوي الشباب قاعد يقولون شلون احنا نهب الزيت وما ادري ايش ونهب بهارات وتجي عند الفهري الله يجزاه خير اشوفه حطه قلت ليش حطيت بهارات قال عشان تحمس وتنكه يا اخي اقسم بالله انا صدقت يعني لك بقوه عطل 50 ما يكبس عندهم طماط ما عندنا طماط يا ابو عناد انا شفت ما عندنا طماط والله علمهم بطريقه ابو عناد منو من علمهم علمهم بطريقه علمت ايش والله انا علمهم علمت علم دايم كذا هو ما عندنا ترى ما نبي كذا ابو عناد والله علمهم قال شوف هذول لك حطوا بهارات ابو عناد ليش تعلمهم هذه الخلطه مو المقصد ما عندنا طماط والله اقسم بالله يعني نمشي نخلي الاول ولا الثاني ولا هي نمشي نخلي المطبخ يا ابو عناد نمشي قدم ديك قلب يا لا طمك على ذنك ما ادري ايه كيف ليه ما ادري نار كذا نار ما ادري